بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة الشاكر التكافل الاجتماعي فرع البياع اليوم في زيارتنا التفقدية والميدانية، زلنا منطقة حي الجهاد. اليوم احنا مع عائلة ايتام. السلام عليكم حجية. السلام. شو اللي تحتاجينه؟ شو اللي تردينه؟ انت قد افراد عائلتكم؟ سبعنا. هذا صوتك يوصي الناس الطيبة والناس الخيرة. ناجديهم تفضلي. رحمة الله وزيك. ثاني اناشدهم. شو على صوتك؟ سبع نفرات. أي. خمس بنات وولد عندي. زين. زين. وبناتي كلهم مدارس. زين. اعداديه. زين. يعني قوه عايشتهم. زين. والله محتاجه يعني مورده مجمده. زين. ومحتاجه العيشه والمصاريف البنات. بيتك مالك ايجار؟ لا ايجار. بيت ايجار. بيت ايجار. قد ايجاره؟ 350. 350. راتب تقاعد، راتب رعايه، راتب هاي عندكم؟ لا ما عندي. ما عندك؟ زوجتك متوفيه يعني هسه؟ اي اي حبي. صار له. زين. ايش قد صار له؟ من 2019 بنهايته. اها. 3 سنوات. يعني هسه اللي تحتاجينه كفاله مدرسيه او لبناتك. واللي تحتاجينه ثلاجه قلتي؟ مجمده. مجمده ومبرده. صوبه شنو عندك؟ لا صوبه انا. ها ما عندك؟ ما عندي والله. زين. اليوم احنا من خلال مباراة شاكر فرع البياع ناشد الناس الخيرة والناس الطيبة ان يمدون يد العون والمساعدة لك، وان شاء الله هذا صوتك يوصل للناس الخيرة. ان شاء الله. هذا كارت تراجعين مباراة الشاكري مقدم من الحاج عبد الصاحب الشاكري، تسلمين سلة غذائية بقيمة 50,000. شكرا لك. رحم الله والديك. رحم الله والديك.